صباح الهنا. صباح الفل يا فندم. نورنا كابتن عادل وسهلا بحضرتك. طيب الله يخليك. خلي سؤالنا الاولاني بقى مستقى كده من المقدمه اللي قالتها نهاوند. في رايك وطبقا للي حضرتك تابعته الفتره الاخيره مع المنتخب ولا سيما المعسكرات اللي عملها فيتوريا مع اللعيبه، الى اي درجه شايف ان فعلا المنتخب ممكن يفرح الجماهير في ان شاء الله في النسخه دي؟ خلينا نبدا بس بحاجه مهمه قوي، ان منتخب مصر متمرس في البطولات الافريقيه. واللاعب المصري بيجيد في المعسكرات المغلقه القريبه، يمكن احنا بنعمل البطولات المجمعه افضل ما بنعمل المباريات المتباعده، لان هي تنظيميا فاللعيبه لما بتخش جوه المعسكر بيبقى هنا فكر اللاعب بس، وبيبقى هنا ما فيش حد بيتدخل من اللي هم بيعملوا. يعني اقولها بشكل ايه، عاوز اجيبها بشكل حلو يعني، لانه لما بيتدخلوا في السيستم، في ناس لما بتتدخل من بعيد في السيستم بتبوظ الدنيا، لكن اللعيبه لما بتخش بتشتغل هي كلعيبه بس. عشان كده احنا في البطولات الافريقيه بنبقى متميزين، المجمعه بيبقى متميزين، لان اللاعب المصري لاعب ذكي ولاعب بيقدر يتحكم في يمكن بيتحكم في نفسه قوي في حته التجمع. لما بيبقى بره الدنيا بتشغله والمباريات المتباعده، فبتلاقي المستويات تنزل وتعلى لكن في المعسكرات فانا متفائل بمنتخب مصر، ده رقم واحد. رقم اتنين وده المهم، اول مره فيتوريا يمسك منتخب، عشان بس نبقى عارفين يعني. يمكن هو مدرب نادي وليس مدرب منتخبات يعني، ده بالنسبه لحضرتك كابتن عادل مقلق ولا لا؟ شايف شوف ان هو ايه؟ هو بقى له سنه ونص معانا يعني اتعود وبدا يتغير، لانه مدرب المنتخب غير مدرب الانديه. مدرب المنتخب باختصار يعني مدرب المنتخب بيلعب بطريقته هو، لانه القماشه عنده كبيره، لانه اللعيبه عنده كل لعيبه مصر. اما مدرب النادي فبيلعب بالقماشه اللي عنده، بطريقه اللعب اللي يقدر هو يعملها كمدرب على فرقته وعلى اللعيبه وعلى مجموعه اللعيبه اللي معاه. ففي فرق كبير قوي يعني، الناس مش واخده بالها منه، لكن ده فرق كبير من الفكر والفكر. فكر انك انت بتصنع لاعب، غير فكر انك انت بتاخد اللعيب جاهز وبتختار من مساحه كبيره. فهو فيتوريا كمدرب نادي وليس منتخب، هو تحول بقى له سنه ونص اشتغل مع منتخب مصر. اقدر اقول انه نجح كتير قوي، لكن اللي قلقني في تجربه، قلقتني تجربه قويه مع تونس. يعني انا شفته مع التجارب العاديه كلها تمام، كله كويس، عشان احنا مصر وقدرات مصر. لكن لسه هنحكم بقى في بطوله افريقيا والتجمع والمباريات الاولانيه بتاعه المجموعه الاولى، ولكن كلنا قلوبنا طبعا مع المنتخبين. ويمكن احنا بنتابع دلوقتي لقطات وصول البعثه لكوت ديفوار يعني، و لا ده السفر لسه معانا لقطات برضو عايزين نعرضها بتاعه وصول البعثه. اما سافروا امبارح الساعه 3 العصر قلنا لحضراتكم ده في الحلقه بالامس، في وقت كويس، كان توقيت كويس وصلوا. يمكن متاخر سنه بس يعني توقيت كويس، و زي ما احنا شايفين يعني طبعا الوقت كويس بينه وبين المباراه الاولى. يتعودوا على الاجواء كويس، صحيح في عندهم فرصه فعلا. اول تمرين ليهم النهارده المفترض، البرنامج بقى هيبدا يشتغل عليه مستر فيتوريا طول لغايه اول مباراه يعني. طب تعالوا نقف شويه عند المباراه الاولى دي. وطبعا تاريخيا احنا منتخبنا واجه منتخب موزمبيق ثلاث مرات قبل كده في ثلاث مناسبات مختلفه، وبالصدفه البحته فاز في الثلاثه بنفس النتيجه تقريبا 2-0 لو انا مش غلطان. الى اي درجه ممكن نعول على حاجه زي كده، ولا التاريخ ملوش قول في الملعب وقت المباراه؟ لا يعني احنا كعبنا اعلى عليهم، احنا لعبتنا اقوى، لعبتنا احنا عندنا الاول مره 7-8 لعيبه محترفين، الحاجه الثانيه لعيبه الباقيه كلها من النادي الاهلي، ودي حاجه قويه جدا. الاهلي والزمالك وبيراميدز الانديه اللي بتلعب بطولات افريقيا، ففي احتكاك قوي، ففي جاهزيه للعيبه كويسه. لكن المباراه الاولى مفتاح ليك للمجموعه، لان انت المجموعه فيها غانا في الوسط. يعني انت بتلعب المباراه الاولى والمباراه التالتة أضمن وأقل قوة من غانا، برغم إن غانا مش غانا المخيفة بتاعت زمان. وعندك كيب فيردي كمان. راس الأخضر دي على فكرة دي فرقة متميزة وفرقة طالعة، ويعني علشان كده بقول لك المباراة الأولانية منتخب مصر إن شاء الله مكسب لازم يعني، لأنه ده المفتاح بتاعنا. إحنا أعلى فنياً، إحنا أعلى تاريخاً طبعاً في الكورة،
وكمان فنيا، واحنا اعلى جاهزيه منهم في الوقت الحالي. يا كابتن عادل احنا اعلى، بس احنا غبنا كتير وهم 13 كمان سنه دلوقتي اختلفوا كتير. بس على كل حال قبل ما نخش الشق الفني ده، انا بس عايزه اروح معاك الاول عشان الشق الفني هنستفيد فيه، عايزه اروح معاك للقطات اللي احنا شايفينها ولزياره سياده الرئيس للمنتخب، يعني الدعم المعنوي اللي هم مسافرين دلوقتي بيه بيودعونا، اعتقد يعني كامل في صوره ما اعتقد ما حدش هيقول ما خدناهاش مثلا، او ما حصلناش على الاهتمام والدعم الكافي من سواء من قبل الجماهير او من الدوله. سياده الرئيس راح زارهم، وزير الشباب والرياضه دلوقتي طبعا شايفين برضو كوادر كبيره، المهندس محمد يحيى لطفي، المهندس وليد العطار، المهندس سيف الوزيري، كابتن حازم امام، يعني كلها قامات برضو كبيره. تحس الجماهير كمان هذا العام بتدعم بشكل كبير، ولا ده مش حاسه؟ انا حاسه ان في طاقه ايجابيه كبيره وفي ثقه عادت مره ثانيه بعد غياب فعلا سنوات طويله جدا للمنتخب. كنا محتاجينها، وكان في بعد المنتخب يمكن الفترة، ودي صورة جميلة يعني لما بالظبط السيد الرئيس يروح يقابل الفرقة واهتمامه بفرقة المنتخب، وإن بيحمل مسؤولية، بيحملوا المسؤولية طبعا. يعني ما هو ده الموضوع على عاتق اللاعبين، يعني زي ما احنا اتكلمنا في الأول، احنا في تشجيع، والسيد الرئيس بنفسه يروح ويشجعهم، ولكن في الاخر انت اللي عطاك في الملعب، انت أيوة اللي بتدي في الملعب، علشان كده بيتوفر لهم كل الامكانيات الممكنه. يمكن المنتخب اتوفر له امكانيات كويسه قوي، وعندنا يعني خطوه جيده قوي اللي اتعمل مباريات وديه، واتعمل كل الحاجات المعسكرات اللي اتعملت للمنتخب القومي، حتى محمد صلاح جه في وقت كبير قبل البطوله، هو هي لايحه انه يجي قبلها باسبوع او بعشرة ايام عشان بطوله مجمعه، لكن برضو يمكن يعني الحمد لله انه جه بدري، وعندنا تريزيجيه وعندنا لعيبه كتيره، ولكن يبقى حاجه واحده، الكفاح جوه الملعب. صحيح، احنا صحيح. منتخب متمرس في البطولات، 13 سنه ما خدناهاش، لكن احنا كنا وصيف النسخة اللي فاتت واللي قبليها لا، واللي قبليها ويمكن اتظلمنا في فكرة برضو الذبذبة اللي حصلت في المديرين الفنيين والاختيار الخاطئ، وتلات مديرين فنيين العام الماضي، حاجة يعني ايه جديدة. ما احنا طول عمر كنا متميزين ما احنا طول عمرنا كده. انا هون لا يعني شيء طبعا كان يعني صعب. يعني احنا خلينا نتكلم بصراحة، بشفافية يعني. بصراحة احنا ما بنعرفش نختار، دي حقيقة يعني، والاختيار بيبقى نبع من الشخص نفسه. يعني اللي يختار المدرب منتخب لازم يكون فاهم، مش هقول احسن من المدرب اللي جاي، لازم يكونوا فاهمين زي المدرب، عارفين نوعيته، عارفين لازم يبقى في لجنه، لان الاختيار بتبقى فردي. حضرتك بتقول لازم يبقى في لجنه؟ هو الاختيار فردي فعلا؟ حاصل ايه لغايه دلوقتي؟ لا مفيش لجنة. الاختيارات بتتم بناء على ايه؟ فردي يا فندم منتخبات وكده؟ لا ده صحاب بالحب حبايب او بالحب طبعا. خلينا نتكلم بمنطقيه طبعا، او احنا بنتكلم على منتخب وطني. لا انا بكلمك انا بكلمك مفيش لجنه، انت ما عندكش لجنه، ما عندكش لجنه اختيار ومعايير للمدربين المنتخب، دي حقيقة يعني. إذا كان منتخب ناشئين أو المنتخبات أو إذا كان الفريق الأول، أنت علاقة، حد يبقى عنده علاقة. أيوة بس مش بيكون في تقييم ومحاسبة على هذا الاختيار بعد كده، ولا الموضوع برضه بيتساب؟ لا احنا بنسأل. طب ما احنا جبنا ثلاث مدربين في سنة، ما حصلش أي محاسبة بعدها لأي حد. طب هو بس هو اللي اتعاكم، هتقولي بس حد اتحاسب الأول وبعدين نتكلم. طب ازاي وضع زي ده مستمر يا كابتن عادل؟ طول عمرنا كده. أيوة ازاي؟ بس في فترات بيجي يعني مثلا حد بيكون بيفكر يجيب مدرب كويس صدفة. يعني أنا مش بحكم على فيتوريا مدرب كويس، احنا بنتكلم في المطلق. لا أنا بتكلم في المطلق. أنت لما تيجي تجيب مدرب، فأنت بتجيبه علشان المدرب ده تاريخه، سيفيه، عمل إيه مع المنتخبات المشابهة لمنتخبك. علشان خلي بالك، أنت ممكن تجيب مدرب لا يناسب لعبك كمصري، يعني ممكن ينفع في منتخب وما ينفعش في منتخب تاني يعني. فانت لازم تبقى في معايير انا مش شايفها يعني في مجايب المدرب. ولكن خلينا في البطوله وفي فيتوريا جه بمعاييرهم الاولانيه. جه فيتوريا يعني الى الان ناجح، طبعا ناجح تماما، لكن اول احتكاك ليه
قوي انا بقول للبطوله الافريقيه. طبعا دي بدايه صحيح. الطريق لا يتم التقييم في برضه الوديات يعني لانه لا بيبقى ليه سيستم. هو لعب معانا حوالي 10 مباريات منهم 6 ودي واربعه رسمي. الاربعه الرسمي هو كسب 9 مباريات من العشرة على فكره وعمل نتائج كويسه، لكن اهم مباراه فيهم اللي فيها القوه كانت تونس، منتخب تونس، فخسرنا 3-1. انا ما يهمنيش في المباريات الوديه الخساره، انا كمان ده اي حد يعني، بس يهمني الفكره ما وراء المنتخب. الناس حافظت على اسماء الفرق اللي انت بتلعبها او المنتخبات اللي انت بتلعبها، يعني فكره ان انت بتختار حد على قد الايد زياده عن اللزوم، طب ما ده بناء على ايه هتقدر تعرف انت واقف فين او انت موقفك ايه؟ ما هي مدرستين، حد على الاقل من مستواك ان ما كانش اعلى. بس هي مدرستين، يمكن ما انا عشان كده بقول لك المعايير الاختيار، هي مدرستين. في مدرسه يقول لك اجيب فرق قويه قوي واعلى وحتى لو اتغلبت، بس هنا ما يضمنش الجمهور وما يضمنش الكلام وما يضمنش انه يقعد ولا يمشي. فهو بيعمل ايه؟ بيجيب الناس اللي اقل عشان يدوم فتره اطول. دي بقى مين المسؤول عنها؟ عدم وجود اللجنه اللي احنا بنتكلم عليها، اللجنه اللي طبعًا. هي اللي تعمله وتناقشه في المباراه. يعني انا لما يجي لي مباراه وديه انا كلجنه هصرف فلوس كمصر، يعني انا ده منتخب، فانا هشوف هساله هل انت عاوز ايه هدفك من المباراه الوديه؟ ممكن يكون جايب مباراه اقل عشان انت ثقه اللاعبين صغيرين طالعين لسه جايين المنتخب، انا موافق. لكن هتيجي تلعب مباراه صغيره مع فرقه صغيره مع اللعيبه الاساسيه الكبار، فده انا مش موافق عليه. اقول له كده لانه انت بتهدر لي وقتي وفلوسي. فلو في اللجنه دي اللي هي بتحاسب المدرب واللي هي بتشتغل مع المدرب بعلم بانه التدريب بقى حاجه تانية خالص، الفكر بقى حاجه تانية، المباريات بقت حاجه تانية، انك انت تعمل ماتش ودي ده بيزنس وفلوس علشان تصرف على المنتخب، تجيب دخل للمنتخب قوي، كل الحاجات دي. ما هو الاسماء الصغيره مش هتجيب لك الشركات اللي هتيجي تعمل المباراه، اصل كره القدم بقت صناعه كبيره. الشركات لما يجي مباراه عاليه اسم عالي تاخد رقم اعلى وتشتغل باعلى. لكن انا افتكر انه المباريات الوديه الضعيفه ممكن تدخلك في حسبه انك انت قوي جدا وانت ما يكونش عندك اساس، لكن احنا كمنتخب مصر في الوقت الحالي عندنا افضل عناصر، يعني بدانا نرجع شويه العناصر اللي هي بتاعت ابو تريكه وبركات والناس دي شويه، لا بس مش بالدرجه ده. افضل منتخب في اخر 20 سنه، اللي هو المنتخب ده كان قوي جدا، كان عندنا نمتلك اكتر من 25 ده كل اسم منهم كان حاجه يعني. بس هو سنه الحياه كده، الاجيال بتنزل، الاسماء بتقل، القوه بتقل. مش المفروض تبقى بتزيد يا كابتن عادل؟ انت عندك قطاع ناشئين في انديه مختلفه ممكن تاخد منه عناصر ممكن تبقى منوره بعد كده في المنتخبات المختلفه. هو هي بتزيد في حتت منتظمه، تعمل استراتيجيه 5-10 سنين انت ما عملتش. يعني انت المنظومه كره القدم عندك المفترض ان هي يبقى في عندك كمصر ال 110 مليون او 115 مليون وسنه، يجب ان يكون عندك مش 8 لعيبه محترفين، يجب يكون عندك على الاقل من 40 ل 50 لاعب محترف في العالم. هي ايه اكتر دوله عندها لعيبه محترف؟ انا بتكلم يعني افريقيا. في المغرب؟ لا، المغرب افريقيا بيطلعوا بره بدري، يعني في نيجيريا ساحل العالم بيتم تجنيسهم بتقصد يعني؟ لا مش بي لا اللاعب بيخرج بدري تحديدا. واللاعب عشان كمان اللغه دي حاجه مهمه قوي، يعني اللاعبين الكاميرون وساحل العاج دائما تبص تلاقيهم في الدوريات الفرنسيه كتير، النيجيريين في الدوريات الانجليزيه كتير او اللي بتتكلم باللغه. طب احنا كمصر امتى اكتر وقت كان عندنا محترفين؟ انا اعتقد الوقت اللي احنا فيه ده احنا ما هو ما فيش قبل كده. لكن لا يعني احنا عندنا على الاقل محمد صلاح هو اللي عفوا هو اللي مدي المرايه الحلوه للمحترفين في مصر، ده محمد صلاح عشان بيلعب في نادي كبير، وصلاح عامل شكل هايل لمصر طبعا كمان. يعني محمد صلاح
سافرنا، الحاجه اللي بتفرحنا طول عمر يعني طول الوقت اللي فات في كره القدم مش مصر بس، فخر العرب كله. محمد صلاح بيفرحنا، محمد صلاح احنا كلنا بنستنى عشان يلعب، احنا عاوزين 10 زي صلاح تاني يعني، عايزين صلاح هنا. وهل لو بيبقى عندنا يا كابتن عادل 10 زي صلاح ساعتها كده المنظومه الكرويه في مصر هتفرق؟ طبعا تفرق كتير فعلا. يعني انا دلوقتي لما يبقى عندي اصل كده اعتماد على مواهب على فكره ذاتيه، هو الراجل اللي اشتغل على نفسه وطلع. لا احنا هنطلعه. انت عايز يعني احنا بقى اللي نكتشفه؟ لا احنا هنكتشفه. ما احنا ما اكتشفناش صلاح على فكره. ايوه احنا هجبنا صلاح. لا احنا يعني مش احنا يعني، هو كان تم صده واحنا عارفين القصه في الاول يعني، او عدم الاعتراف بيه. بس في نقطه، في نقطه، هو كان اداؤه برده مش زي دلوقتي خالص. لا يعني في البدايه، بص يا كابتن عادل خلينا نتكلم بصراحه بقى. اتكلمي بصراحه. صلاح كان في الاول لما نيجي نرجع كده ونقرا التاريخ بتاعه شويه، الباك جراوند بتاعه، هو كان يقال عليه وقتها مش اللاعب المهاري ولكن هو لاعب شاطر. تتفق او تختلف؟ ده اللي كان بيقال على صلاح وقتها وهو صغير، فيمكن ده اللي خلى عدم قبول في الاول ان هو، او ما كانش فيه اعتراف بموهبته، لكن هو اللي اصر وامن بنفسه ونجح. صح ولا غلط؟ دي تجربه محمد صلاح يعني. عشان لا خليني بس اقول لك على تجربه محمد صلاح، دي تجربه شخصيه احنا ما عدتناش. بالظبط. طب دي واحد، لكن بالزبط. محمد صلاح عشان بس الناس تعرف بيمتلك اهم عنصر كرة، من أهم عنصر في عناصر كرة القدم في الوقت الحالي، العقلية. يعني خلينا أكلمك على فنيا والعقلية. طبعا محمد صلاح عقليته عالية جدا، أعلى من لاعبين كتير قوي في مصر. يمكن في لاعبين راحوا خاضوا تجارب أعلى من محمد صلاح في بداياتهم ولكن ما نجحوش عشان العقلية، ولكن أنا بكلمك عن الناحية الفنية. إيه اللي خلى محمد صلاح يبقى محمد صلاح دلوقتي؟ بيمتلك اهم عنصر في اللاعبين في الوقت الحالي اللي هو السرعه. عنده سرعه كويسه مع الفكر مع المهاره اللي نهاوند بتتكلم بتقول ما كانش المهاري. هو محمد صلاح مهارته المهاره الايجابيه اللي هي اللي هو لعيب يعتبر لعيب فذ في تاريخ مصر، ويعتبر لعيب فذ في تاريخ ليفربول، ويعتبر هو لعيب فذ كمان في الدوري الانجليزي يعني، ده وده الفخر بتاعنا من كده. لكن محمد صلاح عشان نطلع صلاح وصلاح وصلاح تاني وصلاح تالت، يجب ان احنا نغير المنظومه من تحت خالص، لان محمد صلاح راح صدفه. يعني كان محظوظ في بعض الامور. انا لا انا بقى انا بقى مش عايز كده، انا عايز اعمل منظومه كره قدم عشان تطلع لي زي مثلا المنظومه زي زمن كابتن حسن شحاته مثلا. يعني كان كل اللعيبه اللي معاه كلهم نجوم وكلهم تقال، عشان الكابتن حسن ثلاثه امم افريقيا ورا بعض، وعشان الكابتن حسن شحاته بدا كمان من تحت باللعيبه دي، كان معاهم في المنتخب ال 17 سنه و 18 سنه عشان كانت المعايير المنتخبات انت بتجيب مدربين كويسين يعرفوا يطلعوا لك لعيبه كويسه. احنا خلي بالك قطاعات الناشئين في مصر كلها ما بقتش زي زمان، يعني دلوقتي بيجيبوا المدرب الاقل، ورغم ان ده خطا كبير جدا، مدرب الناشئين لازم يبقى افضل من الفريق الاول بمراحل، لانه هو اللي بيبدا، هو اللي بيعمل النبته الصغيره اللي هي بتطلع لك، تطلع تعمل لك ملايين الملايين. يعني احنا افتكر في النادي الاهلي احنا مطلعين من 2000 من 2000 بالظبط لغايه 2009 10 كانت المنظومه بقى فيها اسماء هقول لك عليها، يعني حسام البدري مع حفظ الالقاب، كابتن مختار، كابتن زيزو، انا بكلمك دول كانوا مدربين في قطاع الناشئين، مستر كروفر هولندي، بدر رجب من احسن من اشتغل في البراعم، ما كان موجود كان هو رجع لنا من الامارات اهو دلوقتي كان موجود مساعد لكروفر، علاء ميهوب، قاضي السيد، عادل عبد الرحمن، من ضمن الاسماء اسامه عرابي. يعني بكلمك بص الاسماء اللي انا بقولها لك، الاسماء دي كلها دي تقدر تطلع لاعبين، تقدر تطلع لاعبين كبار. انت لما الاسماء دي تختفي من اي مكان، يعني الاسماء اللي هي الكبيره هي هتختفي ليه او مش هتشتغل ليه في المجال بتاع الناشئين والحاجات دي؟ ليه؟ لان هم كبروا بقوا مدربين كبار. بس ما فيش مانع ان المكان ده انك انت تطلع لعيب، ده برضه شغلانه كبيره جدا. بس هي شغلانه كبيره تيجي ازاي؟ انك انت تعمل لها ميزانيه، والميزانيه دي يعني مثلا ما فيش مانع ان اجيب مدرب كبير قوي وادي له رقم كويس جدا علشان يشتغل في قطاع الناشئين عشان هيوفر لي ملايين.
طب احنا نرجع للنقطة دي كابتن عادل، لان دي نقطة مهمة جدا، ازاي ابني من الصفر كده زي ما بيتقال، او البيز بتاعي، وهو طبعا قاعدة البراعم الناشئين، وبعد كده نبني على كده. بس فاصل، فاصل سريع جدا، وهنرجع حديثنا لسه اكيد مستمر. الف مالتي فيت طاقة مناعة تركيز وستي تأثيرات مختلفة على الجسم. الف مالتي فيت صحتك هي اللي تسندك. الأهلي في مواجهة الطيران في إياب الدور التمهيدي من دوري سوبر السلة رجال. انتظروا نقل مباشر للمباراة من صالة رقم 3 باستاد القاهرة الدولي. غدا الساعة 6 مساء على قناة الأهلي. الأهلاوي مش هيسيبنا. مكان واحد بيجمع كل مشاهير الرياضة في العالم. أنا هكلم حضرتكم على واحد من الأساطير. لقاءات حصرية مع نجوم وأبطال الكرة المصرية والعالمية. أنا معجب بشعار النادي الأهلي. النادي الأهلي نادي قوي بيملك عناصر متميزة. الأهلي هو الأعظم في العالم العربي. كواليس وأسرار بتتذاع لأول مرة. يعني مدى معرفتك بالنادي الأهلي بشكل خاص. فريق الثاني تتويجا بالبطولات في العالم بعد ريال مدريد. محمد شناوي حارس قوي، حارس كبير، أنا لاحظته ورأيته في بطولة كأس العالم. أيضا أعرف بيبو كأحد أساطير الكرة الأفريقية. هناك فرق بين الذهب والمال. الأهلي عظيم مثل الإنتر واليوفي. تابع كل الجديد واظبط ساعتك على معنا السادسة. برحب بيك على شاشة الأهلي، وأهلا وسهلا بيك في السادسة. برنامج السادسة من السبت إلى الأربعاء الساعة 6 مساء على قناة الأهلي. الأهلاوي مش هيسيبنا. مرحبا بحضراتكم مره كمان، وحدثنا لسه مستمره مع كابتن عادل. طيب كابتن عادل، تحب نرجع لانهي نقطه بقى؟ نرجع للفنيات شويه ولا تحب نرجع لايه؟ لا يعني اهم حاجه احنا يعني اللي ساعداني الفتره دي ان الناس بدات تلتف حوالين المنتخب. صحيح، ده اللي قلناه في الاول. صحيح، كجمهور انا ما بتكلمش على كمسؤولين، لا، كالجماهير اتعاد عندها الثقه تاني في المنتخب. بصراحه ما كانش الواحد بيلتفت للمنتخب اصلا. هو من الثقه قد امل ما هي جايه من بس دي جايه من عوامل، ما هو مش هتيجي من فراغ. عوامل الكوره يعني ولعب كده، عوامل محيطه. يعني لما جينا انا وكريم اتكلمنا امبارح، اتفق معانا او تختلف، اتكلمنا انا وانت في اولا روي فيتوريا زي ما حضرتك قلت بالارقام، هو عامل اللي عليه لحد دلوقتي باداء جيد جدا. فكره برضو السكواد اللي تم اختياره، تختلف او تتفق، بس هما برضو اسماء لها قيمه كبيره جدا ولها باع كبير جدا. الاسماء المحترفين اللي عندك، ما بقاش عندك منتخب محمد صلاح، بقى منتخب مصر، وده برضو ثقافة كانت الأول بنعتمد عليها للأسف اتغيرت. ففي عوامل خلت بقى في أمل بثقة، يعني لو تتفق معانا. أنا موافق، بس هو في نقطة مهمة يعني هيبقى حاجة مهمة جدا، يعني أنه محمد صلاح بيزودنا أكتر من 50% لوحده، دي حقيقة يعني. وممكن ما يكونش فيتوريا لسه ما اعتمدش على أنه هو بيعتمد على تريزيجيه، ان هو ده فكر لعيبه جوه الملعب وفيتوريا فكره وكل حاجه، لكن لما يجي في كاس افريقيا هيشوف الفروقات. لما يجي هيشوف ان محمد صلاح لازم هيبقى ليه دور كبير. ولكن سيبنا من دي، انا بتكلم على الالتفاف
مش ثقة الجمهور بالأداء اللي احنا عملناه. وزع وطني أعلى يعني؟ آه. وزع وكريم قال كلمة مهمة يعني. عشم كمان أو اللي هو متعشمين إن احنا ناخد البطولة. طب إيه سبب التعشم من وجهة نظرك كابتن عادل هذا العام عشان على مصر. العام اللي فات رغم إن احنا عندنا تقريبا نفس السكواد؟ لا بس عشان انت مصر يعني. لا اختلف في بعض الأسماء بس انت المحترفين مثلا هم طول الوقت جمهور مصر في كاس الامم الافريقيه بيبقى عايز ياخد البطوله لان احنا اقوى منتخب. احنا الاكثر تتويجا لكن مش الاقوى حاليا بين المنتخبات. مين اللي قال الارقام يا فندم؟ مش حاجة. احنا اقول لك حاجه، انا هون احنا كنا في اخر بطوله الوصيف ولعبنا السنغال ما كانش ادائنا قد كده تمام مع كروش ما كانش ادائنا جيد خالص مع لكن كروش. خبرتنا ايه؟ ما هو انت ادائك مش جيد لكن وصلت للنهائي صح؟ حلو. احنا بنعرف نلعب حلو بس المنافسين حاليا واتكلمنا في ده برضو بيتطوروا وبيعدوا وحالاتهم بتختلف. ما هو احنا مش ثابتين العالم اللي حوالينا. انا مختلف معاكم ليه بقى؟ مفيش مشكله طبعا الاختلاف كويس. انا مختلف معاكم ليه؟ لان بطوله افريقيا مش دي. طب هديكي سر من اسرار بطوله افريقيا. انت عارفه ان اللعيبه المنتخبات الوحيده اللي بتلعب كويس لمنتخباتها هي منتخبات شمال افريقيا. ليه؟ لانه بيبقى كان معظمهم مش محترفين. بيمشوا في بلدنا بعد البطوله بيقابلوا الناس. لكن اللعيبه المحترفين اللي بره اللي في غانا مثلا منتخب غانا ما فيهمش واحد بيلعب في غانا. فبيخلص البطوله خسر كسب من بره على من بره بره بيروح. ده امر يعني ما بيلعبوش بالقوه والقلب بتاع منتخبات شمال افريقيا. منتخب زي منتخب مصر احنا منتخباتنا يمكن منتخب مصر فنيا ممكن يكون اقل من اللعيب. احنا في ساحل العاج 2006 مع الكابتن حسن شحاته كنا بنلعب فرقه. ما هو احنا هنرجع للبيك بتاعنا ده 2006. لا البيك بتاعنا ده شوفي كان البيك بتاعنا صح. لا كان في ساحل العاج مش البيك 150 الف بيج. ليه؟ لانه كان فيهم دروكبا و لا طبعا ما هو ده لا يعني احنا ما كانش عندنا لعيب محترف يعني. واحد كويس 2006 ما كانش عندنا لعيب محترف الا يمكن احمد حسن كان بيلعب في ولا احمد حسن ما كانش بيلعب بره لكن ما كانش عندنا لعيب واحد. لكن فرقه ساحل العاج اقل لعيب فيهم بيلعب في اعلى نادي في العالم. يعني كان في تشيلسي 3 وفي في الباير 2 وكان في الريال 2 وكان بس احنا روحنا هي اللي خلتنا نكسب البطوله وكسبناهم مرتين في البطوله. فاحنا بنتكلم على لعيبه المنتخبات الافريقيه لعيبه متمرسه وكبار ولعيبه جامده قوي لكن ما بيلعبوش بالقلب اللي احنا بنلعب بيه. يمكن السنغال هي الحاجة الوحيدة اللي السنين اللي فاتت علشان كان عندهم اكتر من ساديو ماني. يعني الناس فاهمة ان السنغال ساديو ماني. ساديو ماني يتعدى في السنغال رقم 7 أو 8 لكن انت محمد صلاح عندنا يتعدى رقم 1 وتسيب 3 أماكن وتيجي رقم 2. لكن انا بكلمك على ساديو ماني في المنتخب السنغالي 8 لانهم بيبقى عندهم حوالي من 50 ل60 لعيب محترف حول العالم بيجيبوهم للمنتخبات. احنا عندنا 8 فالمنتخبات التانية لكن انت بتلعب بقلب وقوة والحاجات دي. عشان كده انا بقول منتخب مصر في الفكر والروحات المجمعة بنقدر نشتغل. القلب ده ممكن يسد معانا الى اي درجة امام غانا مثلا؟ لا احنا افضل من غانا في الوقت الحالي. غانا مش في البيك بتاعهم برضو على فكرة. انت افضل منهم كتير قوي. لكن انا بتكلم على ايه؟ على ان منتخب مصر المفترض في المجموعه هو افضل فرقه. المفترض ان هو يوصل. اول ما نوصل للدور الثاني احنا بنعرف نلعب بنعرف نطلع. زي احنا مع كروش ما جبناش 3 أجوان في كاس الامم بس وصلنا النهائي. قدرنا نوصل للنهائي. مين المنتخبات اللي مقلق منهم كابتن عادل او شايف ان احنا لازم نعمل الحساب ليهم كبير؟ شوف الساحل العاج وشمال افريقيا. انا بقول انا بحس ان احنا في شمال لما بنلعب بطوله افريقيا شمال افريقيا ما بيكونوش احسن مننا يعني لا المغرب اتجروا معانا. انا بقول المغرب جزائر حد فيهم يبقى في الفاينل. معقوله مع مصر ان شاء الله. والاقرب المغرب الحزب بالورقه والقلم والاسماء وكذا فالاقرب المغرب. ما هي دي بقى الفكره نفسها. الفكره نفسها ان منتخب المغرب ازاي عمل التوليفه الكبيره من لاعبين كلهم محترفين في الخارج على فكره يعني.
عندهم اكاديميه الملك، اكاديميه قويه جدا، واشتغلوا من زمان على لونج تيرم بلان، يعني بيبنوا من زمان، بداوا يبنوا تاني بداوا يعملوا تواصل في المنتخبات. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى انه عندهم اكاديميات اكاديميات كبيره قوي وصلتهم ان هم يبقوا اقوياء جدا وهيبقوا اقوياء. لكن اللي بخاف منهم من في الـ واتمنى ان هم نبعد عن بعض ونشتغل في النهايه مع بعض ماشي، الجزائر في الوقت الحالي رغم ان هو مش الجزائر المخيف اللي هو بتاع 3 4 سنين، انا ما توقعتش هتقول الجزائر ابدا، لا الجزائر فعلا فرقه قويه جدا طول عمرهم الحقيقه، حتى في لحظات الانكسار النسبي برضه هم منتخب. انت عارف ان الجزائر قبل في كاس العالم اللي فات ما راحتش على اخر ثانيه، في اخر دقيقه دخل فيهم جون، يمكن اتعادلوا فرقه الكاميرون مع الجزائر في اخر ثانيه والجزائر مره. المغرب سحل العاج علشان الملعب عشان البطوله مقابله، والسنغال بطبيعه الحال، والسنغال طبعا السنغال فرقه كبيره جدا وفرقه قويه قوي، لكن انا بتكلم على اللي يقدر ياخد البطوله السنه دي. انا بقول حد في شمال افريقيا هيبقى في طرف في النهائي، اتمنى مصر. لو جينا قبل الوقت بيجري، بس انا عندي اسئله كتير انا وكريم الحقيقه، يعني انا بحب الاجابات الصريحه فبحب اسال اسئله. اتفضلي. منتخب مصر ولا منتخب المغرب حاليا الافضل؟ لا منتخب المغرب طبعا، يعني خلينا نتكلم بعقلانيه، منتخب المغرب باسماء اللعيبه اللي فيه، يمكن محمد صلاح بالاداء عالمياً اللي عاملينه، يعني محمد صلاح اعلاهم كلهم، خلينا نبقى متفقين، محمد صلاح ممكن اعلاهم، بس محمد صلاح، ومش بقلل من باقي لا اللعبين. بس احنا مش منتخب محمد صلاح، منتخب مصر. ايوه انا مش بقلل، مش منتخب اشرف حكيمي، انت منتخب المغرب يعني. لا بس انا بكلمك على احنا بنتكلم بنقارن ما بين لعيبه ولاعيبه، يعني لا لعيبه المغرب اتقل شويه من منتخب مصر تمام. في الوقت الحالي، لانه كمجموعه هم الاكثر، هم الاتقل شويه، رغم ان انت هتلعبيهم او لو لعبتيهم بيبقى في نديه وانت ممكن واحنا بنكسب يعني ونكسبهم، بس انا بكلمك على المفترض ان لعيبه المغرب هنا ولعيبه مصر هنا، حتى القيمه التسويقيه يمكن محمد صلاح اللي علانا قوي في القيمه التسويقيه. صحيح صحيح، علانا محمد صلاح، هو حاجه استثنائيه كده. هم المغرب قيمه تسويقيه اعلى مننا، يعني لو حسبت اللاعبين حتى بمحمد صلاح، بمحمد صلاح، لانه محمد صلاح معليكي قوي، لكن القيمة التسويقية بتاعت لعيبة المغرب في كتير قوي بيلعبوا في أندية كتيرة في أوروبا طبعاً. أرقامهم أعلى. يعني يا رب خلينا نقول، لأن نرجع نقول تاني فنيا يمكن إحنا بعدنا شوية عن مستوانا اللي كنا نعهده لغاية 2010، وده اللي أدى إلى تطوير برضو الكرة في بعض الدول منها تحديدا المغرب. لا والخريطة اتغيرت، كده أنا قارنت مصر يعني بالمغرب تحديدا، بس يعني يمكن اللي حضرتك قلته واللي كريم ذكره، فكرة الروح الموجودة، الإصرار، الدعم الجماهيري والثقة اللي عادت مرة تانية، يبقى لها تأثير، نتمنى ذلك حقيقي. والكرة الأفريقية اتغيرت، ما بقتش زي زمان اللي هي ممكن دلوقتي مش الافضل، احنا مش بنتكلم عن هو الصناعه الافضل دلوقتي يعني، انك انت تقدر تعمل لعيب علم اكتر، ولكن بنتكلم على المواهب نفسها ما بقتش زي زمان يعني. صحيح. دي حقيقه، فالصناعه اعلى، اللي عنده استراتيجيه واللي عنده فكر هو اللي بيعلى، ممكن تكون بلد صغيره جدا لكن عندها ناس بتشتغل بفكر كويس فتقدر تعمل منتخب جيد حتى لو عدد السكان قليل، لكن هل بيشتغلوا على الكواليتي وبيشتغلوا على العدد فبيقدروا يطلعوا لعيبه، ممكن صحيح. يكون عدد سكانك كبير جدا لكن ما عندكش الاستراتيجيه اللي تطلع منها لعيبه. بس في يعني في ناس كتير بتشوف ان جوده اي منتخب الى حد كبير بتكون معتمده او مبنيه على عدد كم وكيف اللاعبين الدوليين اللي موجودين في المنتخب، اللاعبين المحترفين. فكره ان انت عندك 5 6 7 8 وفي بعض المنتخبات عندهم 11، لا وبيبقى عندهم اكتر كمان، وده غير اللي على الدكه، بس انا بكلم حضرتك في تفصيله ايه؟ ما ال 11 دول مش بيتقابلوا مع بعض كتير، بيتقابلوا مع بعض كل فين وفين في معسكر المنتخب لما بيكون منتخبهم بصدد المشاركه في بطوله ما، فهل فكره ان اللاعب محترف كافيه ولا كمان في تفصيله الهارموني اللي لازم تكون موجوده ما بين اللعيبه وبعضها؟ اكيد طبعا كريم سؤالك صح تماما، بس انا اقول لك حاجه، كيفيه عمل منتخب قومي قوي او المنتخب لاي دوله او اي فرقه منتخبات في العالم هي ما فيهاش الا طريقين، ما لهمش تاني، لا دوري قوي يفرز منتخب قوي، يعني منافسات الدوري الممتاز تبقى قويه جدا علشان تفرز لعيبه اقوياء طبعا،
زي مثلا الدوري السعودي في الوقت صحيح. الحالي تقدر تجيب لعيبه محترفين كتير فالماتشات كلها صعبه والماتشات قويه. الاحتراف حقيقي زي محمد صلاح وتريزيجيه والناس اللي بتطلع ومرموش والناس دي تطلع ومصطفى محمد يطلعوا يلعبوا مباريات قويه فيحتكوا بيه. خلصنا حاجه من الاثنين، يا ريت يبقى اللعيبه اللي بتبقى اكتر بره، لانه الاحتكاك، لان الدوري بتاعك هيبقى اقل من الدوري الانجليزي، هيبقى اقل من الدوري الفرنسي، هيبقى اقل من الدوري. احنا خلينا واقعيين، علشان كده احنا بنتكلم على خلاص جبنا اللعيبه المحترفين، طلعنا عدد كبير من المحترفين، نجيب بقى مدرب على مستوى عالي بيقدر يعمل الكلام اللي انت قلته كريم، اللي هو يقدر ازاي ان هو في وقت قليل. عشان كده بقول لك في فرق ما بين مدرب المنتخب ومدرب النادي. مدرب المنتخب ده نفسيا بيبقى عالي جدا، بيعرف يدخل اللعيبه مع بعض بسرعه، بيقدر يشتغل على التكتكس العالي بتاعه بقدرات اللعيبه، وهو متابع اللعيبه كويس قوي وهم بره. وبعدين خلي بالك اللعيبه بيجي له جاهز، انا كمدرب منتخب ما بجهزش اللعيب، انا يجي لي اللعيب جاهز انا اعمل اللي انت قلت عليه، انا اوظفه بقى، اوظفه واعمل التوليفه العاليه اللي هي ما بيننا وما بين بعض، يعني انك ازاي انت تلعب وتبقى افضل. يعني ربنا يوفق المنتخب ونتمنى طبعا ان شاء الله، واحنا متفائلين. يعني انا الكلام اللي بقوله مش معناه ان انا مش متفائل بفيتوريا، لا، انا بوضح للناس انه فيتوريا اول تجربه لي كمدرب منتخب في احتكاك قوي انا هشوفه في كاس افريقيا. نورتنا يا كابتن عادل بجد والله، شكرا لحضرتك، جاي لنا من التجمع انا عارفه، من اخر التجمع. نشكر حضراتكم على متابعتنا اكيد، انا وكريم النهارده ونشوفكم الاسبوع الجاي و10 الصبح في الاهلي، مع السلامه.